اقتحمت وسائل التواصل الاجتماعي حياة أفراد المجتمع، حتى بدأت ملامح الخرائط الزمنية والجغرافية تتآكل شيئاً فشيئاً. فما أن يحط أحدهم في بقعة ما حتى يصبح القاصي والداني شريكاً في التفاعل مع الحدث إن لم يكن شريكاً في صناعته أصلاً. ربما لم يكن مقدراً لوسائل التواصل الاجتماعي أن تخرج عن خريطة عملها الاجتماعي، لولا أنها أتاحت الفرصة بمرونتها لاستخدامها في مختلف الأهداف. لذلك بادرت مختلف الجهات بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي بما يحقق مصالحها وأهدافها الوظيفية عبر نظام المجموعات أو ما يعرف بالجروبات، حيث يتم تبادل المعلومات والتعاميم والقرارات الجديدة، إضافة إلى نقاش المستجدات في مجال العمل. وعلى الرغم من فاعلية هذه الطريقة، إلا أن ثورة تكوين الجروبات عبر قنوات التواصل الاجتماعي عموماً والواتس أب خصوصاً تشكل صعوبة جديدة في كمية المعلومات الواردة للأجهزة الشخصية، وبالتالي يظل لتخطي حاجز الزمان وإتاحة التواصل بشكل مفتوح أمراً مرهقاً لا يفصل الموظف عن حياته الشخصية ولا يحترم خصوصية أوقات راحته أو إجازته الأسبوعية. ولذلك تركت وزارة التعليم الخيار لمنسوبيها في الانضمام إلى مجموعات التواصل الاجتماعي دون اعتبار هذا الانضمام القناة الرسمية المعتمدة لتمرير القرارات الهامة، إدراكا منها لخصوصية منسوبيها واحتراما لخياراتهم. التطوع للانضمام لجروبات العمل تعد مبادرة تحسب لصالح فعالية الموظفين، غير أن احترام الخصوصية حق أصيل للموظف يحافظ فيه على ما تبقى من يومه خارج ساعات العمل. لقناة عين، بدر الدوسري، الرياض.